فهل الكتاب المقدس سمعنا شلون سيدنا يسوع المسيح راح البرية وهنيك تجرب؟ هذا الشيء صار قبل ما بلش خدمته الرسمية، لما بلش بالتبشير ودعا كمان الناس يخدموا معه حتى يوصلوا البشرى السر للناس. إنجيل مرقس ما يعطينا كثير معلومات عن التجارب في البرية، لكن إنجيل مرقس 3 بيعطينا معلومات التجربة اللي جربه الإبليس بعد ما صام 40 وجاع. يقول الكتاب المقدس إنه إجا، وطبعا الإبليس يختار الفرص تبعه. كان جاء، فالإنسان لما يكون شوي تعبان أو جوعان ولا إلى آخره يشوف الإبليس فرصته، وهيك شاف الفرصة وجاء لسيدنا يسوع المسيح وقال له إذا أنت بالفعل ابن الله حول هالحجار لخبز. دائما الإبليس الشيء اللي يعمل يريد أن نحن ننسى هويتنا الحقيقية، أن نحن أولاد ربنا. فإذا كان سمع على هذا الاقتراح كان ضيقة بجورة الإبليس. شلون خلص منا؟ ما جاوب حسب مشاعره، أنا جوعان، وحسب أفكاره. خلى الكتاب المقدس كلمات ربنا هن يقودون، كلام ربنا يكون الجواب للإبليس. فشو قال؟ الإنسان مو بس تعيش من الخبز، تعيش من كل كلمة اللي تطلع من فمه الله. ثاني تجربة شو كانت؟ طلعوا على مكان عالي فوق الهيكل، السور الهيكل، فقال له، هو عم يجاوب من الكتاب المقدس، الإبليس كمان يعرف الكتاب المقدس، فقال له كيف حالك من هون إذا أنت بالفعل ابن الله؟ لأنه مكتوب في الإنجيل أنه هو تيبعت الملائكة هنا تهملوه. مثل ما قلنا الإبليس كمان يعرف إيش في الكتاب المقدس. هذا الكلام من مزمور 91، بس ما قال الآية كلها. الآية الكاملة إنه الرب يبعث الملائكة ويحرسوك على طرقك. فنحن طرقنا مو إنه تنطلع على مكان عالي وتجيب حالنا أو تنروح على الجسر أو تنأذي حالنا في أي طريق، وبعدين في النهاية إيش يصير؟ نجيب كل شيء على الله. مثل هذيك اللي قال مشية ربنا كانت السيارة دعستني وأنا كنت شربت شوي. ليش ربنا يريد إنه نشرب ونقطع الشارع وبعدين نقول هذا مشية ربنا كانت؟ ربنا أعطانا العقل عشان نختار الصالحات، عشان نعمل المضبوط، مو كل شيء على حار وبارد نكبره على ربنا. فهذا مو طريق المسيح، وهذا مو طريقنا نحن أولاد ربنا. ولازم نقول هذا الشيء، في تحدي كبير في هذا المجتمع، أكبر نسمة لانتحارات هون في هذا البلد، وأولاد الكنيسة كمان يتجربون في هذا الشيء، بس هذا مو طريقنا. نحن ما لازم نسمع. الحل شو كان ليسوع المسيح له المجد؟ طبعا هو صار معلم عشان يفرجينا الطريق. نحن كمان عشان نخلص ونقدر نقاوم الابليس لازم نحن كمان نعرف ايش في الكتاب المقدس. اخر تجربه شو كانت؟ فرجه الامم كلهم، الدول كلها، وقال إذا بس تسجد لي تعطيك هذا كله. كمان مرة جاوب من الكتاب المقدس. أول مرة جاوب الإنسان مو بس من الخبز تيجي، من كل كلمة تطلع من فم الله. ثاني مرة لما جربوا في هالتجربة من كل حاله جاوب كمان من الكتاب المقدس، من لا تجرب الرب إله. ثالث مرة لما فاجأه الدنيا كله وقال تعطيني إذا تسجد لي، كمان جاوب من الكتاب المقدس.
انه الرب اله تتجلل له فقط تتعدد. فاشثر تركه، وهو كمان قبل ما يتجاوب بالتجربه الثالثه قال اذهب عني. ونحن كمان سيدنا يسوع المسيح له المجد اعطانا النعمه انه نحن كمان نقاومه في اسمه المقدس في الكلمات المقدسه في الكتب المقدس كتاب المقدس. وما ننسى ابدا انه هو اعطانا سلطان ضد الشرير، قال في اسمي تتقاوموا الشرير وقواته، في اسمي تدوسوا الحيات والعقار. الحيات والعقار ايش يعملون؟ يعطوا سم، يلتهون ويعطوا سم. فالابليس كمان يحاول يعطينا افكار شريره مو كويسه، بس نحن ربنا اعطانا سلطان في اسمه نقاوم هذا الشيء كله. نقول باسمك يسوع اقول لا لهذا الفكر، بصليب المقدس اقول لا لهذا الحلم او الفانتازيه او ايش ما كان، لانه هو يريد يخرب. والاحلى شيء في طبيعه ربنا وخليقه ربنا هو الانسان. فادم الاول سقط لما كسر الوصيه، لكن ادم الثاني سيدنا يسوع المسيح غلب لما كان مطيع، لما سمع وتمسك في كلمه الله. هيك هو يصير معلم لنا نحن كمان شلون نقاوم، شلون نحن ندافع عن حالنا، شلون نحافظ سلامنا، وشلون نبقى امينين مع سيدنا يسوع المسيح. طبعا هو اختار ناس يشاركوه في هالخدمه، ما خلى حاله لحاله. اختار التلاميذ وهن كمان بدور اختاروا غير منن. الى هذا اليوم عطون البركه الرسوليه حتى يقوموا في الخدمه الروحيه، بس مو بس المطارين والخسان، كلياتنا النسوان والرجال وحتى الصغار. واريد اقولكم قصه حقيقيه صارت في كنيسه ارثوذكسيه باستراليا. كان في بنت صغيره كثير هيك محبه ربها في قلبها، وكل واحد اللي تشوفه تقول له ان شاء الله هيك ربنا يفرح قلبك مثل ما فرح قلبي. وعلى ايد هالبنت الصغيره كان في ناس يجون للكنيسه، تجيب ناس للكنيسه ويتعمدون، والابونا يسوي واجبه يعمدن مره مرتين ثلاثه كل اسبوع او اسبوعين فتره، تجيب ناس وهو يعمدن. شوي انتهى بالابونا ودق للاب المرشد تبعه، حكى مع الاب المرشد وقال له ابونا في موضوع اريد احكي معك، انا شوي تعبته. تفضل. قال ابونا في هالبنت صغيره في الكنيسه كل فتره وفتره تجيب ناس وانا اعمدن. ايه وش المشكله يا ابني؟ قال انا مو عارف ايش تقول ربنا في يوم الاخير انه انا في الكنيسه وهي عم تجيب ناس وانا بس اعمدن. فشوفوا يا اخوتي واحبائي، مو بس المطارين، مو بس الكهنه، حتى العلماني ممكن يعمل خدمه اكثر من الكاهن او المطران. فنحن كلياتنا بحاجه لبعض، ويسوع بحاجه لكل واحد فينا، وكلنا نكمل بعض. فنحن كمان نصدر في هذا اليوم المبارك انه ربنا مثل ما فرح قلب هالبنت صغيره، هيك كمان يفرح قلوب كلياتنا. ومع داود الملك نطلب ونقول يا رب خليني احس في فرح مختارينك. نطلب انه يقبل توبتنا وصومنا وصلاتنا. وقبل ما نكمل القداس الالهي نبقى هيك نفس في سكوت قدام ربنا قبل ما نكمل.